ما زال موضوع القمة الخليجية حديث مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما المغردون الذين أطلقوا المزيد من الهاشتاغات المختلفة التي تناولت القمة الخليجية 38 لأصحاب الجلالة والسمو ملوك ورؤساء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقدها يومي 5 و6 من الشهر الحالي برعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه. المغردون واصلوا تداول الصور والمقاطع المعبرة عن تلاحم دول مجلس التعاون، معبرين عن تمنياتهم بنجاح القمة، ومن ثم تقريب وجهات النظر بين الأشقاء وخروجها بما يفيد الشعب الخليجي. من جهتها أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان لها نشرته عبر حسابات إلكترونية، أعلنت أن الإدارة العامة للمرور ستقوم اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم بإغلاق بعض الطرق بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الخليجي، موضحة عبر الخريطة الطرق المزمع غلقها والمخصصة لسير موكب ضيوف الكويت، مناشدة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون مع رجال الأمن.